أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم
تشقق السماء بالغمام وانزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrun makanan wa adhallu sabila. Sadaqallahul Azim.